دول الريكتيفاير او اي نان لينير دول في له سبلاي سايد هارمونكس ولود سايد هارمونكس. هلا طلع هذا هون عندي باور الكترونيك ديفايس او نسميها نان لينير ديفايس. خليني افترض انه هذا هلا سيمبل فيز، ممكن تكون طبعا سيمبل فيز. هي السورس، في عندي هي هون كرنت، هذا من السبلاي، وهذا اللود ممكن يكون كمان 3 فيز او سنجل فيز. هذا ممكن يكون 3 فيز او سنجل فيز، وهذا هون اللود. هلا راح تلاحظ انه في اذا هذا نان لينير لود، نان لينير ديفايس، هذا راح يكون في هارمونكس من السبلاي لللود، وهي اللي بتبين عند شركه كهرباء مضبوط، وبتشارك فيها انت مع الناس الثانيين اللي مشتركين معك على نفس السبلاي. مضبوط؟ يعني لو في عندي كونسيومر ثاني، مستهلك ثاني، راح يكون مشبوك على نفس السبلاي من هون، راح تبين الهارمونيك فولتج دروبس اللي بتصير هون بسبب الهارمونيك كرنت اللي سحبناها، راح تبين. هذول بنسميهم سبلاي سايد هارمونيكس. هذول سبلاي سايد هارمونيكس، الكرنتس اللي تمشي من السبلاي الى نان لينير ديفايس. وهذول الكرنتس ايش بنسميهم او الهارمونيكس هون؟ هذول لود سايد، لود سايد هارمونيكس. هذه طبعا ما بتشوفها شركة الكهرباء، ما لهاش، هي صارت خاصة بالانستليشن، فراح تبين على اللود اذا عندي هون محرك، اذا عندي موتور محرك، اي نوع من اللود اللي موجود هون، هذا اللود راح يسحب هذول اللود سايد هارمونيكس اللي موجودين هون. هذول بيختلفوا عن هذول، راح نطلع عليه اليوم بالنسبة للريكتيفايرز. الريكتيفايرز لما بشطب ريكتيفاير الى بلس نمبر معين، في بلس ريكتيفاير، وهون عندي السبلاي، والسبلاي زي ما حكيت ممكن يكون 3 فيز او سنجل فيز، وهون عندي اذا هذا كان بي بلس ريكتيفايرز راح يسحب هارمونكس من السبلاي، هارمونيك كرنتس. اذا هذا الريكتيفاير والبي، كيف كنا نعرف البي بلس البي نمبر للريكتيفاير؟ كيف كنت تعرف انه هذا 1 بلس او 2 بلس او 3 بلس؟ من عدد؟ لا، من الاوتبوت اللي بيطلع، الاوتبوت اللي بيطلع هون عدد البلسز، عدد البلسز اللي موجوده في الاوتبوت هاي بتحدد البلس. اسم ما تستعمل الدايت، هل تستعمل الدايت؟ انا كان عندي اربع دايت بحاله الفول ويف ريكتيفاير، بس عدد البلسز اللي طالع ايش كانت؟ 2 بلس. اذا عندي هذا 1 بلس مضبوط، هذا 2 بلس، هذا في 360 درجة كم بلس عندي هون؟ ثلاثة. في 360 درجة كم بلس عندي هون؟ اثنين. في 360 درجة كم بلس عندي هون؟ واحد. في 6 بلس ريكتيفاير، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا هون هيك في 360 درجة كم بلس عندي هون؟ إذا بدي هون بتساوي واحد، بي بتساوي 2، بي بتساوي 3، بي بتساوي 6، ونفس الشيء لو كملنا ل 12 بصير عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هدول ب 360 عندي بي بتساوي 12. ماشي، واضح من هذا؟ إذا البلس نمبر مش عدد الدايت، البلس نمبر هو عدد البلسز الموجودة في الأوتبوت تبع الريكتيفاير خلال فترة 360 درجة. طبعا 360 درجة بالنسبة للسبلاي فريكونسي، السبلاي فريكونسي هون 50 هرتز مثلا، بدها تكون هي قديش الديوريشن كفترة، كفترة زمنية؟ 1 على 50 اللي هي 20 ملي سكند، يعني خلال، إذا كان السبلاي هو 50 هرتز خلال فترة 20 ملي سكند، كم بلس عندي في الأوتبوت؟ 1 2 3 6 12 18 24 إلى آخره قد ما كان عندي. هلا النظرية بتقول إنه إذا كان هذا اللود، إذا إيش؟ The load is infinitely inductive, heavily inductive, infinitely inductive. يعني اوميجا ال اكبر بكثير من ار. الكرنت اللي بيصير يسحبه هذا اللود، تتذكروا ايش هو؟ اذا كان عندي اللود very heavily inductive دي سي، اذا بيصير عندي اي لود بروح ل pure دي سي.
واضحة هاي الفكرة؟ infinitely inductive. infinitely inductive يعني اللود هون very inductive. الاندكتنس أعلى بكثير من الريزيستنس فيه. لما يكون بهاي الحالة راح يصير اللود كرنت اللي بسحبه هذا اللود بيقترب من الدي سي أو بصير تقريبا دي سي، ما فيش فيه ريبل. في الحالة هاي بقدر أعرف الهارمونيكس اللي بسحبها الريكتيفاير من السبلاي. خلصتوا من هاي الجهة؟ بهاي الحالة بتكون الهارمونيكس إذا هارمونيك components of I من السبلاي لها. الهارمونيك components من السبلاي بالحالة هاي بتكون N P plus minus P اللي هي بالحالة هاي إيش؟ P اللي هي البلس نوت تبع الريكتيفاير. وN هو انتجر من 0 1 2 3. فعندي مثلا خلينا ناخذ بحاله ال1 ال1 بلس P بتساوي 1. عوض هلا P بتساوي 1 قديش راح يعطيك؟ راح يعطيك 0 في P راح يعطيني بلس بلس ماينس 1 ما لهاش معنى. عوض n بتساوي 1 رح يصير عندي 1 1 1 زائد 1 رح يصير في عندي اذا الهارمونيكس او الهارمونيك اوردرز خلينا نسميها m بتساوي 1 2 3 4 5 6. ماشي واضح هاي النقطة؟ اذا لما كان البلس 2 البلس نمبر 2 اذا الهارمونيك m اوردرز شو بيساوي في الحالة هاي؟ خلينا نعوض هلا الان هون 2 لما يصير عندي هون 2 2 زائد 1 شو بتعطيني؟ 3 و2 ناقص 1 بتعطيني 1 في النص هون الزيرو ما بحتاجه فبصير عندي 1 3 5 7 9 اذا بس عندي اي هارمونيكس هون بسحب اوت هارمونيكس اي بتساوي 3 عوض 3 3 زائد 1 4 و3 ناقص 1 فراح يعطيني هلا هون m بالحاله هاي راح تصير عندي 1 في 3 راح يعطيني 4 و2 و6 بعدين لو عوضت هلا 3 6 زائد ناقص 1 راح تعطيني 5 و7 وبعدين لو عوضت هون عندي 1 2 3 3 3 زائد ناقص 1 راح تعطيني 2 و4 3 في 2 6 6 زائد ناقص 1 راح تعطيني 5 و7 بعدين عندي هون 3 9 زائد ناقص 1 راح تعطيني 8 و10 راح يعطيني كل الارقام ما عدا ال 3 وال 6 وال 9 مضبوط 2 3 مش موجوده 4 و5 6 مش موجوده 7 8 9 مش موجوده اه فكأني هون 9 مش موجودة 6 مش موجودة وبعدين 12 مش موجودة إلى آخره بعطيني كل الهارمونيكس طبعا الواحد الواحد موجود عندي هون 3 كمان مش موجودة 3 و6 و9 و12 يعني المضاعفات الموجودة في البلس يعني بس ال 3 و6 و9 المضاعفات اللي مش موجودة البقية كل الهارمونيكس موجودة حطينا الان هون 6 شو بصير عندي؟ طبعا الواحد او 6 زائد ناقص 1 شو رح يعطيني؟ 5 و7 12 زائد ناقص 1 رح يعطيني 11 و13 18 زائد ناقص 1 رح يعطيني 17 و19 مضبوط؟ فعندي راحت كل الايفن هارمونكس اختفت وكل الاود هارمونكس ما عدا 3 و 3 و9 إذا مش رح يضل عندي هون 5 و7 11 و13 17 و19 P بتساوي 12 رح يصير عندي 12 زائد ناقص 1 11 و13 11 12 في 2 24 زائد ناقص 1 23 25 إلى آخره. إذا لاحظوا هون شو استفدنا لما تحولنا من 6 بلس ل 12 بلس؟ إيش اللي خسرناه هون؟
ايش بصير معنا هون؟ الخمسة والسبعة بضلنا نسحب الخمسة والسبعة وما سحبنا 17 و19 لأنه لاحظوا هاي رح تضل هون 23 و25 موجودة. إذا 5 و7 بطلت آخذ 5 و7 بطلت أسحب 17 و19. الشيء الثاني اللي لما يحصل عندي هذا الكرنت اللي بسحبه من اللود رح يصير عبارة عن دي سي، وبالحالة هاي بيكون الهارمونكس هذول القوة تبعت كل واحد من الهارمونكس هاي بتساوي 1/m. يعني الثالث هارمونيك بيكون مضروب في 1/3، الفيفث هارمونيك بيكون مضروب في 1/5، السيفنث هارمونيك بيكون مضروب في 1/7 وهكذا.